يعني المستشفى من 2007 تعاني من نقص الخدمات الطبية، حتى السرنجة بحسب الأهالي بيشتروها من برا. معنا على الهاتف الدكتور محمد شرشر، وكيل مديرية الصحة بالغربية. أهلا يا دكتور. أهلا بك يا فندم، مساء الخير. مساء النور. يعني احنا نتمنى أن حضرتك يكون عندك فكرة عن مستشفى دلبشان، وأكيد حضرتك مش بتسمع عنها من عندنا. طبعا طبعا. طيب يعني هل حضرتك عندك إجابة على أسئلة الناس، لماذا بقيت المستشفى كل هذه السنوات من غير تجهيزات طبية؟ لا، هو كان فيها تجهيزات، هم زي ما قالوا المواطنين فعلا ده حقيقة، كان في تجهيزات في المستشفيات دي. ده كان نوع من المستشفيات اتعملت في عهد الأستاذ الدكتور إسماعيل سلام أيام ما كان وزير الصحة، كان معمول مستشفيات اسمها مستشفيات تكامل على مستوى الجمهورية يا فندم. عندنا بيخص محافظة الغربية في حوالي 56 مكان زي الدلبشان كده، 56 مكان الحقيقة. كلهم بنفس الوضع يا فندم كده، كلهم فاضيين أبواب وشبابيك وحيطانه بس؟ أنا لسه هقول لحضرتك يا فندم، هي الحقيقة كانت موضوع لفلسفة ممنوع معين عشان تخفيف الحمل على المستشفيات العامة والكلام ده، كان لا، الحقيقة إنها لم أما جيت اشتغلت معدلات الشغل بتاعها الحقيقي على أرض الواقع، معدلات الشغل اللي هو معدلات الدخول، الحالات الدخول والعمليات والكلام اللي اتعمل لم تتعدى بحدود 4-6%. بتيجي تحسبي دراسة الجدوى المواضيع دي، فكان من الطبيعي ان الاماكن دي لا قوة بشرية متوفرة عشان خدمة المريض، امان المريض نفسه غير متوفر. لو انت جيتي تعملي عمليات في اي مستشفى من المستشفيات دي غير متوفر بيها عناصر الامان للمريض. كان من هنا انها اتلغت على مستوى الجمهورية، بس حاولنا نستفاد بيها. يعني حاولنا نستفاد بيها ايه؟ عندي انا في قرارات طلعت معالي محافظ الغربية، اصدر بعض القرارات ان الاطباء اللي يتم ترقيتهم او عودتهم من اجازات اللي هم الاخصائيين بننتدبهم للعمل في المستشفيات دي، بيشتغلوا عيادات خارجية، فاحنا زودنا خدمة الاخصائي في الاماكن اللي زي دي. طب انا بس عايز افهم من حضرتك، معنى كده ان ما حدث في عهد الوزير اسماعيل سلام يعتبر كده اهدار للمال العام، انفاق الملايين على هذا العدد من المستشفيات؟ حضرتك بتقول في الغربية بس 56، وفي الاخر غير مطابقة لمواصفات الامان ولا تصلح لاجراء عمليات رغم ما افترض ان فيها غرف عمليات. انا عايز اقول لحضرتك في معايير موضوع عشان اعمل مستشفى، عشان اعمل مستشفى في نمره واحد لازم تبعد عن اقرب مستشفى ليها مسافه لا تقل عن 15 كيلو، دلبشان تبعد عن كفر الزيات حوالي 5 كيلو 6 كيلو، ما ينفعش اعملها مستشفى، ما ينفعش. اثنين لازم توافر تعداد سكاني، دلبشان دي تعدادها 11000 تقريبا و800 وحاجه، يعني ما جابش 11900 نسمة. عشان اعمل مستشفى مركزي تعداد سكان لازم لها كل المعيار يقول تخدم 50000 نسمة. يا فندم هل المعايير دي ما كانتش موجوده قبل كده؟ يعني كيف تم الاستثمار؟ انا بسال حضرتك سؤال اللي هيساله اي حد دافع الضرائب في هذه البلد، ان في فلوس اتوجهت لبناء منشات صحيه، وبعد ما تم الانفاق بالملايين جايه وزاره الصحه بتقول لنا والله انها غير مطابقه للمواصفات. لا انا مش بقول كده يا فندم، احنا بنحاول نستغلها دلوقتي، نستغل اللي موجود ده الاستغلال الامثل. يعني انا دلوقتي انا في وضع جينا لقيناه من سنين موجود، احنا بنحاول نستغل الوضع الحالي. نستغله بايه؟ بنزود بعض الخدمات فيه. يعني احنا جينا زودنا علاج طبيعي في بعض المستشفيات دي، اقسام للعلاج الطبيعي وتم تجهيزه، دخلنا دار ولاده امنه فيه، عملنا خدمه الاخصائي فيه، واخد بال حضرتك؟ احنا بنزود الخدمات المقدمه في هذه الاماكن. دلبشان تبعد فعلا عن مستشفى كفر الزيات، ما ينفعش باي حال من الاحوال اعملها مستشفى، لان ارى يعني ما فيش 5-6 كيلو بينها وبين مستشفى كفر الزيات. احنا بنجيب بقى اخصائيين من كفر الزيات يخدموا الاماكن اللي زي دي. يخدموها ازاي يا فندم؟ يقدموا خدمات اخصائي يا فندم، عياده اخصائي. يعني احنا عياده خارجيه يعني؟ نعم، عياده خارجيه. عياده خارجيه، عياده كعياده خارجيه. النقطه الثانيه اللي بيشتكوا منها، انا بانفي تماما حكايه ان هو يشتري لي السنجه ولا قطن ولا شاشه، ده مش اطلاقا مش موجود. انا باكد لحضرتك على مسؤوليتي الشخصيه، الكلام ده اطلاقا مش موجود. موجود سنجه، موجود قطن، موجود مستلزمات الطوارئ كلها موجوده في كل مكان، مش عندي انا. عندي انا الغربيه، انا جالي موازنه السنه دي حوالي 25 مليون، السنه اللي فات في الثلاث اربع شهور اللي فاتوا انا جاي لي دعم 5 مليون على ثلاث شهور، 5 مليون ادويه ومستلزمات. هل طيب في استقبال؟ هل في طوارئ في هذه المستشفيات ولا موجود استقبال يا فندم؟ موجود استقبال. دلبشان دي يا فندم فيها فين؟ يعني احنا يا فندم شايفين الصور، الاماكن كلها فاضيه،
احنا انا ما روحتش دلبشان، انا شايفاها في الصور. حضرتك روحتي على، انا جالي علم، انا جالي علم ان حضرتك كنت في دلبشان فعلا، كنت موجودين في وقت النبطشيه تقريبا. دلبشان دي قوتها ست اطباء، بالمرور بتاعنا في القصور من بعض الاطباء تم نقل اثنين، في اثنين منهم اتنقلوا، فموجود فيها اربعه طبيب ممارس عندي دلوقتي غير خدمه الاخصائي اللي هتدخل فيها باذن الله. اثنين اسنان، اربعه صيادله، ده القوه البشريه من الاطباء اللي موجودين. السيبال موجود. يعني الناس بتقول حتى الدكاتره اللي حضرتك بتقول عليهم ما بيروحوش. لا، ما انا بقول لحضرتك المقصر بنحاسبه احنا. بصي حضرتك، دي في مرور من الاداره، في مرور من المديريه، في مرور متابعه من مجلس المدينه، ولا بيجي. ايوه يا فندم، بس لو حضرتك بتحاسبه كان هيبقى في على الاقل طبيب اخر بيروح، لكن لما يبقى الشكوى العامه ان الدكاتره ما بيروحوش، يبقى معنى كده ان يعني اما ان المحاسبه غير مجديه او انها يعني. بصي يا فندم، انا بصي انا ما بدافعش والله، انا الموضوع مش ده، انما انا عندي الاساس ان كل واحده يكون فيها اثنين على الاقل من الاطباء. الشاب فيها سته، ونتيجة لكسور بعضهم اثنين منهم تم نقلهم. فهو كحد أدنى عندي المفروض يبقى اثنين في كل واحدة، أنا عندي في دلبشان حاليا أربعة. واخدة بال حضرتك؟ وأي كسور ما فيش حد، أنا بيجي لي مرورات مجلس المدينة، مجالس المدن في السلطة وزبتة وطنطا وغيره، مجالس المدن بتمر معانا، بتمر على المنشآت الصحية معانا. إحنا بنمر كمديرية عندي فرق الإشراف اللي هي الرعايه الاساسيه ورعايه الامومه والطفوله، بيمروا والمراقبين، واحنا كقيادات بنعدي على الوحدات دي. اي قصور بنلاقيها يا فندم بيتم محاسبه المقصرين. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد شرشر، وكيل مديريه الصحه بالغربيه، ونتمنى ان نزور قريبا دلبشان وغيرها من المستشفيات، ونتمنى ان نراها تقدم خدمه حقيقيه للناس في المنطقه الموجوده.